الطريقه اللي تنخمو فيها يعني ما عنديش حتى ميساج واحد اخر. ثم واحد النقطه اللي نسيت هي كاين بزاف ديال الاطفال اللي تيخرجوا تيسعاو، حنا تنشوفوهم في الليل اطفال بنات ولاد اللي تيجيو 12 ديال الليل، واش معقول ان ولد نشوفوه في الزنقه بوحدو من بعد الغروب ديال الشمس؟ هذا تساؤل. ثم بالنسبه للمجتمع كيفاش تينظر للاغتصاب؟ هو حشومه ان الناس يتكلموا عليه، عار ان شي اسره تقول راه بنتي او ولدي تغتصب، اذا تغتصب الولد تعتبروه مباشره راه هو ولا انوموسيكسيوال، ما تبقاش تنظر ليه نظره كانه راجل ملي غادي تكبر. اما البنت من المستحيل باش تتزوج لان تتولي حامله الوسخ، حامله العار، فالوالدين تيحاولوا يستروها ملي ما تيمشيوش للامن الى اخره. دابا غادي نشوف واحد النقطة والوقت تيدوز تيجري، علاش الوالدين ما تيمشيوش مثلا للسلطة؟ كما قلت كاين بعدا واحد الحاجز هي المرأة ما تدخلش المحكمة، مازال في الاعتقادات ديالنا المرأة ما خصهاش تدخل المحكمة، عار أنها تدخل المحكمة. ثم ما نساوش بأن تنتكلموا على الأغلبية الساحقة ديال المجتمع ديال السكان المغربي ماشي هما حنا، اللي هما مثلا ما عندهمش حتى الإمكانيات الآب، هذا الاب ديال سنه او غيره، تصوروا من بنهارو تتوقع الواقعه ما عندوش الفلوس باش ياخذ الطاكسي اللي غادي يديه للكار، والكار اللي غادي يوصلوا للفيلاج، والفيلاج اللي غادي يوصلوا للمحكمه، والمحكمه فين غادي ياخذ الطاكسي باش يوصل الى اخره. ملي تيدخل المحكمه ما عندوش الامكانيات، تيكون امي انا بنفسي مسائل ديال القضاء ما تنفهمهاش، هذا هو امي ولا الى اخره، الامكانيات باش يبقى يمشي ويجي ما تيفهمش. كاين واحد النوع ديال الجهل اللي ما تيساعدش الوالدين باش يمشيو للقضاء. اذا عدد ديال الحالات الوالدين تيزابوندون، تيكون بدا هذيك لا بروسيدور في المحكمه من بعد تيتخلى عليها. السؤال ديالي هي انا او السؤال هذا يعني بريء، انا اليوم مشيت للمحكمه مثلا، مشيت للامن ومشيت للمحكمه، واحد الوقت غادي نسحب ما غاديش نبقى رجع للمحكمه. تنظن يمكن غادي يمكن الناس ديال القضاء يجاوبوني، مهما تدفع الميل في المحكمه انا اب جيت ولا ما جيتش نتبع المسطره راه هو جريمه، تيخص القضاء يكمل يعني الحكم حتى يوصل للاخر، علاش ما تيكملش؟ وي بزاف ديال البنات يعني ما تيخبروش والديهم بانهم تغتصبوا، علاش؟ لان دائما تتبقى الضحيه هي اللي مسؤوله، علاش كانت في هذاك المكان؟ علاش خرجت في ذاك المحل؟ علاش كانت لابسه هذاك اللبس؟ هي دائما اللي غرات الراجل. عدد ديال البنات تيمشيو مع الرجال لانهم تيحلموا بالحب، غادي يتزوج بها عندها 12 14 16 سنه غيتزوج بها ولا تتكون معشوقه فيه، واحد النهار تيقول لها غتجي راه خلفي عليا للدار ما تتكونش امو تيمكن يغتصبها، تنعتقدوا بان هي اللي مشات لتما، اذا ما غتقولهاش لباها، ما غتقولوش راني تغتصب، فين تغتصبتي؟ مع فلان، علاش؟ حيت تنحبو وتيحبني، هذا الشيء يعني ما تيتقبلش، حتى بالنسبه للقضاء غادي يقول لها انت اللي مشيتي لهذاك المحل ما كانش تيخص تمشي. ثم كاين لاحظت من خلال الابحاث اللي تندير كاين بزاف ديال الفتيات في الباديه اللي هما تيكونوا خدامين او تيقراوا في المدن اللي تياخذوا الخطافه ديك الطوط، اي واحد تيديروا ستوب، كاين عدد ديال الاغتصابات من طرف الخطافه، فما تيخبروش والديهم، علاش؟ لان الا خبرت والديها الشوها والفضيحه واللي قلنا، ولكن غادي يجلسها بها للدار، ما غاديش تبقى تقرا، ما غاديش تبقى تمشي للخدمه، ما غاديش تبقى عندها ديك الحريه، ما غاديش تبقى تحقق ديك الحلم ديالها باش تخرج ويكون عندها حتى نجاح سوسيو بروفيسيونيل الى اخره، فتتكتم. ولا حملت وولدت راه هي تتلوحو في الزنقه ولا تتعطيو حنا عارفين هذا الشيء، علاش؟ لان هذيك العلاقه اللي كاينه ما بين البنات والام والولاد ما مبنياش على الاطمئنان وعلى الثقه، تيبقى دائما الخوف من العنف، من العنف ديال الاب والعنف ديال الخوت والعنف ديال العم وديال الخوال، ماشي عنف ديال يعني بعض الاحيان الاب نفسه تيخاف من العنف ديال عمو على حسب المناطق ديال المغرب، تيخاف شنو غادي يديروا فيها عمامها، شنو غادي يديروا فيها خوتها ملي غادي يعرفوا راه هي تغتصبت. عندي انا واحد الحاله دابا في الدار البيضاء، واحد البنيته عندها 16 عام ساكنه في الباديه، متبعاها انا في الدراسه ديالها في سبيل الله، هذه البنيته جالسه عند خالتها، هذه الايام راجل خالتها في الليل هما ساكنين سته الناس في بيت واحد، راجل خالتها ملي تيطفي الضو تيجي لحداها وتيبقى تيمس ليها صدرها. ما قدرتش تقولها لباها،
انا دابا عندي مشكل معها، ما قدرت لا تقولها لخالتها، يعني الا قالتها لخالتها غادي تجري عليها ترجع للدار، الا قالتها لوالدها غادي يرجعها للعربيه. فتنشوفوا بان الطموح والحلم كله ديال واحد الفتاه كله تيتضرب يعني بالزيرو. علاش؟ لان المجتمع ما تيساعدهاش في هذه المحنه. المجتمع غادي يقول لها بانك انت الفرطه ديالك، انت اللي مشيتي ولا طلقتي شعرك الى اخره. شحال هذه كاين حتى واحد المفهوم علاش ما تنتكلموش بزاف على 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 هذا الاغتصاب، لان مازال تنتصوروا بانه غتسمحوا لي نقولها، لان هكذا هاد الالفاظ اللي تنستعملوا. تيقول لك راجل راه غير الكلمة، راجل راه غير الكلمة اونغاجي. المراه اللي تخصها تجمع راسها، انت اللي خصك تردي بالك. راجل الرجال كله مراه بحال بحال. هادو دي ستيريوتيب اللي تيخصنا حنا نخدموا عليهم باش نهدموهم، باش واش حقيقه الراجل كلهم كلاب؟ الرجال ماشي كلهم كلاب حاشا، ولكن تيخصنا نحملوا المسؤوليه للرجال مهما تيكون شي مصيبه بحال هكذا. ثم كنا تنعتبروا وما تنعممش بان يمكن معقول ان في سبيل التعليم وفي سبيل لا فورماسيون يمكن هذيك البنت ولا الولد تغتصب، سي با غاف، يعني المهم البنت تبقى بالبكره ديالها. كاين مثال اللي تقول حنا تنقول اللي بغى يتعلم يدوس تحت من كرش المعلم، راه هي واضحه. في التالي شنو غادي يمكن لي نقول؟ هي هاد الطابو راه هو اليوم تيتكسر غاس المجتمع المدني بهذا العمل بحال اللي حنا فيه اليوم. مع الاسف اليوم مع لي ريزو سوسيو راه هما ما مع الاسف لا، لي ريزو سوسيو انترنت حتى هو راه كيخبر كيف ما قلتي، حتى البيوت ولا موضوع حتى فوسط من البيوت. اليوم تيخصنا نتكلموا على واحد التربيه الجنسيه، والمفهوم ديال التربيه الجنسيه خصنا نفهموه للشعب ديالنا. راه التربيه الجنسيه ماشي هي الحريه الجنسيه، التربيه الجنسيه تتبدا في اربع سنين خمس سنين تنبداو نعلموا الطفل والطفله شنو هو الذات، واحترام الكرامه ديال الذات، احترام ديال الذات ديال الغير، الى هذا التربيه الجنسيه من الطابوهات اللي تيخصها تكسر. ثم انا تنقول علاش اليوم ما عندناش دي فيشي ديال لي ديلانكون سيكسويل؟ اليوم تيخص يكونوا عندنا لي فيشي ديال لي ديلانكون سيكسويل باش يبقاو محضرين ما يتقربوش من المدارس الى اخره. تنقول تيخص اون بريز ان شارج، هذه بنيته راه هي مشات للدرك الملكي، ثم مشات للمستشفى، ثم مشات للقضاء، عاد ما كاين حتى جهه اللي هي خداتها اون شارج. اليوم ويمكن تنظن السيده امينه خالد غادي تتكلم على هذا الباب، اليوم تلاحظوا بان هذه الاسره يعني بين قوسين تشوهات. اليوم عندها ارسلي هذه الاسره اللي ارسلي، ما بقى لي ما بقى لا، مشاو عدد ديال الناس اللي هما دي فوايور شي الصحفيين صور. هاد العائله اليوم القطره هي بنفسها، البنت تغتصبت وهاد العائله مغصوبه في الحرمه، تغصبت في الحرمه ديالها، في السعاده، يعني ماشي حتى سعاده ما بقات عندهم سعاده، يعني الحرمه لانتيميتي ديالها. هاد الناس ما بقاوش قدروا يعيشوا، تيخصنا نحترموهم بها. علاش تنقول كون كانت اون بريزون شارج من عند الدوله ما كانش غادي يكون هاد العنف كله اللي اليوم تتعيش هاد الاسره من بعد ما عاشت هاد المصيبه الكبرى. ثم تنقول انا كاين قانون تيخصو يطبق، وتنقول ردوا بالكم لان بعض الاحيان بعض هاد لي بريداتور سيكسويل تيتحكم عليهم، وبعض الاحيان تيتعفوا تيجي عفو بين قوسين ملكي ملي تيكون عيب. حاله وحده ومن بعد غادي نعطيكم الكلمه، تنظن في الوقت اللي هو معطي ليا. كانت حاله في اكادير ديال اب اغتصب ثلاثه ديال الاولاد ديالو، 3 سنين 7 سنين 11 عام، يعني واحد الحاله فظيعه اللي الطب بينها الى اخره. فتحكم ب 20 سنه، عامين من بعد ما تحكم تعفى عليه وخرج. يعني هذا بها باش نقول في الخلاصه هي اليوم ريستون فيجيلون. كيف يمكن يقول حضارة اليقظة؟ اليوم رحنا يعني كل شيء المجتمع راه هو متبع هذه القضية إلى آخره وكل شيء، ولكن ومن بعد سؤال يمكن لي نطرح، وشنو غادي يوقع من بعد؟ واش هاد لونتوزيازم واش غادي يطيح؟ واش غادي يؤدي للحماية ديال الأطفال؟ تنظن على أننا من بعد اليوم ما غاديش هاد لونتوزيازم يطيح، وغادي نستطيعوا باش نبقاو محامين على الطفوله ديالنا.